سلام. شانش حجية؟ على الله. أم منو حجية؟ أم براق. أم براق. أم براق شنو هذا البيت اللي قاعدة بي؟ قاعدة إيجار، كان 150 سوى 250. عندك راتب رعاية؟ أي عندي راتب رعاية. إيش قد تستلمين؟ 100 في الشهر. 100 بالشهر؟ أي. شنو عندك أيتام؟ عندي بنية مطلقة بس. بنية مطلقة؟ أي. ليش اتطلقت؟ شنو عمرها؟ اتطلقت عمرها 16 سنة زوجتها، ألفينات، عمرها ألفينات هي. أي. أي. مواليد ألفينات. أي مواليد ألفينات. زوجتها ما يخافون من الله، انت الحين مش تجيني مره تخدمين بالبيوت وما عندك. جاء هذا خوش عدم طحتي اشوفها الله بعينها وطلقتها من القاضي. طلقتيها؟ اي طلقتها والله جاه الخاف. زين شنو تشتغلين انت؟ اشتغل بالبيوت. شو تسوين يعني حجيه؟ امس اكل اغسل هدوم اغسل طرامي اغسل سيارات وش وعايشه. زين حجيه مو انت يعني بهذا العمر صعبه عليك هذا الشيء؟ خاله معيشه ما عندي يعني ما عندي عشان نجيب لها ما بعدين ينطرون الحاجات دي بالشارع مش داوي ينطرش مرة مرتين بعدين ما ينطرش أشتغل بذرة أحسن ما مديدي صح وعلى الله وعليكم إحنا حجية أهل الخير يسمعون نداء شو تقولي لهم الحمد لله أقول مطلوب مروتكم قاعدة جار وعندي أرملة مطلقة يتيمة والحرمة ما عندي بس الله أضحك على الله وعليهم يا ريت كرفوني قعدوني غرفة طين ويقعدوني أطلب مبروتهم يساعدوني مساعدة إن شاء الله يساعدوك وإحنا منساعدك مني مساعدة أطلب من الله منهم مساعدة ساعدوني إن شاء الله حجية ممنونين منك.